ثلاث معالق فول، ثلاث بيضات بدون صفار، وجبنه قريش زي ما انت عايز. دايت الفاتي وهو دي اكتر حاجه ممكن تلبسك في الحيط. انت لازم عشان تعمل دايت لحد تعرف طبيعه شغله ايه، تعرف طوله ووزنه ايه، تعرف عنده امراض، عنده ضغط، عنده سكر ولا لا، بيتمرن ولا لا، وطريقه تمرينه عامله ازاي عشان تعرف تفيده بجد. انما اي حد يقول لك دايت خد اطبعه من على الانترنت وخده، ده كده بيلبسه في الحيط. جالنا طلبات الفتره اللي فاتت كتير جدا من ناس عايزه تخس، ناس عايزه تتخن، ناس عايزه تعمل عضلات. فاحنا قررنا من اول الحلقه دي هناخد حاله كل اسبوع نبعت لها النظام الغذائي المناسب ليها اللي هيوصلها، سواء عايزه تبني عضلات، عايز تخس، عايز تتخن، وهنتابع معاك لمده شهر لحد ما نوصلك للي انت عاوزه. كل مطلوب منكم تبعت لنا الوزن، السن، الطول، طبيعه العمل لو بعد شهر فيه عندك اي امراض، وطبيعه تمرينك لو بتتمرن، واحنا هنفيدكم بالدايت او النظام الغذائي المناسب ليك، سواء هيدخنك او يخسسك او يبني لك عضلات. انا طولي 170، وزني 61، ونسبه دهوني 25. اخس الاول ولا ابني عضلات؟ وهل ممكن النظام النباتي وكميه البروتين قليله تبني عضلات؟ السؤال من قنديل البحر. اللي انت كاتبه ده مش لايق على بعضه، يعني 25% بودي فات وانت وزنك 61، الكلام ده مش يعني في حاجه غلط. فممكن تعيد تاني بعد اذنك قياس البودي فات بتاعك وتبعته لنا تاني. دي حاجه. هجاوبها بقى على سؤال مهم جدا اللي هو نظام نباتي تعرف تبني عضلات او تخس منه او لا. خد بالك ان الناس اللي ماشيه فيجن او نظام النباتي بيقعوا في مشكله كبيره قوي في الاول. هي ايه؟ ان هو ما بياكلش خالص لحمه ولا فراخ ولا سمك ولا اي حاجه فيها بروتين، فبيبتدي ياخد البروتين بتاعه من النبات، اللي هو مثلا ياخد فاصوليا حمراء، ياخد فول، ياخد عدس، وعشان خاطر يسد جوعه بياكلوا كميه كربوهيدرات او نشويات كبيره جدا جدا، بطاطس وبطاطا ورز عشان يملى بطنه، عشان يعرف يشبع، عشان هو ما بيشبعش من الحاجات التانيه دي، فده بيخليه يجين ويت او ياخد يعني يزيد في الوزن بطريقه رهيبه جدا. فخدوا بالكم يا جماعه جدا الناس الفيجن او الناس النباتيين المشكله دي من التريك دي في الاول لغايه ما تاخد على النظام. السؤال من مصطفى. طب انا مش باخد انسولين بس محدد اكلي، بس السكر بيعلى عليا. مصطفى، ممكن الحاجات اللي انت تكون محددها في اكلك دي تكون حاجات غلط عشان كده سكرك بيعلى. لازم ترجع لنا تقول لنا بالظبط بتاكل ازاي، واحنا نقدر نفيدك ونقول لك المفروض تاكل ايه. هديك نصيحه سريعه كده، ما تحاولش تاخد نشويات قبل ما تنام، قلل خالص النشويات قبل ما تنام عشان تقلل مقاومه الانسولين بتاعتك. السؤال اللي بعده من ميرفت متري. في ادويه كتير للتخسيس او لسد الشهيه، في دواء تنصح بيه ملوش اضرار جانبيه؟ ميرفت، في ادويه كتيره جدا لحرق الدهون ولسد الشهيه، لازم نعرف بالظبط بس الحاله بتاعتك عامله ازاي، مراني بتاكلي ازاي، عندك ضغط او سكر بعد شر، عشان نقدر نحدد لك الحاجه اللي المفروض تاخديها. ونصيحتي ليكي هاتي اخرك الاول من غير اي حاجه خالص لغايه ما الجسم يعمل بلاتو او يقف يبطل يخس، وبعد كده ممكن ندخل الحاجات دي تسابورت. السؤال اللي جاي من شهد. انا بروح الجيم واول ما بعمل تمارين عاديه بدوخ وبتعب وببقى على وشك اغماء، ممكن اعرف ايه السبب مع اني لو لعبت ساعه على الاجهزه مش بتعب؟ شهد، ممكن تكوني بتلعبي على الاجهزه ستس بطيئه او مجموعات بطيئه 10 عدات وتريحي بين كل ست وست، عشان كده ما بتتعبيش والهارت ريت بتاعك ما بيعلاش او ضربات قلبك ما بتعلاش قوي. وقال ان انت لو عملتي تمارين عاديه زي الكارديو، زي مثلا البوش ابس، زي الكرانشز، زي البطن، تمارين كده ممكن تعلي لك الهارت ريت او نبضات قلبك، فممكن يكون بيحصل لك الاغماء او التعب ده بسبب الموضوع ده. اسبابها كتيره قوي، ممكن يبقى بتاكلي كربوهيدرات او نشويات قليله قوي، نومك وحش جدا، ممكن يبقى بعد شر عندك مشكله في القلب، فانت لازم الاول تعملي تحاليلك كامله وتتاكدي ان شرايينك سليمه بتاعه القلب وتحاليلك كلها سليمه، وبعدين نبتدي نتجه لحته الاكل والتمرين. السؤال من ام غاده. لو سمحت يا دكتور، انا عندي السكر والضغط ووزني 140 كيلو وطولي 163 سنتي وعمري 58 سنه، وكنت عامله 3 قيصريات من فتره طويله، فجاه لقيت جنبه من الخياطه في ناحيه واحده ناحيه الشمال حاجه تشبه الكيس الدهني في جنب الخياطه ناحيه الشمال ويزيد يوم بعد يوم، ونفسي اخس لو سمحت لان السمنه عامله لي مشاكل في صحتي. طيب ام غاده، مبدئيا صعب قوي اللي بتقوليه ده. 140 كيلو ده رقم كبير جدا جدا، سنك 58 سنه، احنا النهارده ما بقاش بس الشكل والحركه هي اللي مضايقان، بقت الصحه الداخليه بتاعت حضرتك في خطر، يعني شرايين قلبي في خطر، الجوينت بتاعتك ومفاصلك كلها في خطر، حاجات كتير قوي ممكن تعجزنا وممكن تعمل لنا مصايب سودا بعد شر. لازم تركزي كويس قوي في اكلك الفتره الجايه. موضوع الخياطه لازم تروحي لدكتور جراح يفيدك. على فكره انا مش دكتور، كتر خيركم يا جماعه، بس انا مش دكتور والله. لازم تروحي لدكتور جراح متخصص عشان يبص لك، ده ممكن جدا يكون فتاق حصل بسبب الوزن الزياده، لازم تتشيك مع دكتور وتطمني على نفسك، ولازم تبداي في نظام اكل فورا. مش تعرفي حتى تعملي رياضه دلوقتي بالوزن ده والمشاكل الصحيه دي. ابعتوا لنا اسئلتكم على فيسبوك، انستجرام، تيك توك، ويوتيوب، وهنجاوب على كل الاسئله عشان نوصلكم اللي انتوا عاوزينه. كده انا تمام؟ سلام.